اهلا وسهلا رين. اكيد رح نحكي عن الفيلم شو قصته الى اخره، ولكن السؤال يعني انا شفت التريلر، هل كل ما بدنا نتذكر الحرب الاهليه او نحكي عن الحرب الاهليه دغري نلصق تهمه اثاره النعرات الطائفيه وتهديد السلم الاهلي؟ لا مش دائما، لانه في افلام قبل حكيت عن الحرب الاهليه. شو شافوا رقم بفيلم رين متري؟ عفوا، شو شافوا برين بفيلم رين متري؟ تخيل انه هيدا اول فيلم وثائقي بسمي الاشياء باسمائها، يعني بسمي الاطراف اللي قامت بالتهجير من مختلف الاطراف، كل الاحزاب كل الميليشيات، وبسمي الاشياء باسمائها، وفيلم بيقول انه الخوف بعده مستمر اليوم، والبلد مقسم اليوم بسبب التهجير اللي صار بالماضي. واليوم يعني لانه الفيلم بيحكي انه اليوم في فرز ديموغرافي والناس خايفه من بعضها بالمناطق، وفي ما يسمى بحرب عقاريه اللي هي استمرار لأول فرز صار من خلال التهجير. بتخيل يمكن هذا الشيء اللي خوفهم. يعني أنا فعليا بما أني ما أخذت حيثيات قرار المنع، قرار الرقابة، ما قدرت أعرف إذا هو كيف كونه في مسمى الأحزاب هذا اللي زعجهم، أو كونه الموضوع بأساسه ممنوع ينحكى فيه. يعني ممنوع ليش ما أخذت القرار؟ ليه ما أخذت؟ ما عطيهم إياه، ما بيعطوا، ما بيعطوا حيثياته. يعني حتى اذا بدك هي كيف بتصير، من زمان كان الامن العام اللبناني هو اللي يعمل الرقابه على الافلام ويمنع اذا بده يمنع او يطلب حذف جمل. من اربع او خمس سنين تم تشكيل لجنه رقابه بحسب قانون تاريخه من سنه 47، شوفي من امتين تم تشكيل هيدي اللجنه اللي هي في ممثلين من عده وزارات وممثل من الامن العام. فلما يكونوا بيعتبروا انه الفيلم شوي وضعه دقيق وحساس بحولوه للجنه، ما بياخذ فيه القرار الامن العام. اللجنه بتعمل توصيه لوزير الداخليه لانه هي ما عندها صلاحيه تمنع، بتعمل توصيه بالمنع، ووزير الداخليه بيمضي قرار المنع، والامن العام ببلغك شفهيا. بس انا رفضت اني بس اتبلغ شفهيا وطلبت منهم القرار خطي بوقتها، وكان اول مره بيعطوا هذا القرار الخطي بعتقد اذا ماني غلطانه، لانه الامن العام عاده ما بيعطيكي قرار. فهذا القرار بيقول انه وزير الداخليه مضى قرار المنع، فبس ما بيقولوا ليش، ما بيعطوكي الاسباب شو اللي زعجهم او شيء. بس اللي نسمع من مقابله لرئيس لجنه الرقابه، انعمل معه مقابله بمهارات نيوز وحطوا صوته بيقول انه الفيلم يثير الغرائز الطائفيه وهلا مش وقته ابدا، وبيهدد السلم الاهلي، وانه المنع لسبب وطني. فانت عم تتخيلي هيك تهمه، انه انت عم تحكي على لتقولي ليش نحن اليوم بعدنا منقسمين، ليه هيك البلد مفتت، ليه فزعانين من بعض، وعم تحاولي تحكيها بشكل موضوعي بدون ما تنحازي لاي طرف. يعني بتخيل انه هنو اللي محيرهم انه مش قادرين ينسبوني لاي طرف منحازي، لانه الفيلم مش منحاز لحدا وانا مش منتمي لاي طرف. فهذا الشيء بتخيل محيرهم وعمل لهم ارتباك، وبنفس الوقت الفيلم زعجهم. ايه، مع انه على التلفزيونات اوقات يمكن بيطلع بالاخبار او هن بيطلعوا الرئيسيين السياسيين بتصريحات. هلا عملت، رفعت دعوه قضائيه بالمحامي نزار صغيره، رفعها بوكالته من قبلي من خلال مجلس الشورى الدولي ضد الدوله للطعن بقرار المنع. ما بعرف، يعني قبل بمرة صار في دعوة من هالنوع بس على فيلم روائي وما انربحت. ما بعرف هالمرة شو رح يكون الواقع، بس أنا متفائلة لأنه اللي عم يصير، يعني متفائلة لأنه بعتقد أنه الضغط الإعلام غطى كتير الموضوع، فيمكن هيدا الشيء منيح، ما بعرف، أو يمكن مش لازم أتفائل، أحلى ما أنصدم بعدين، ما بعرف. بس ما بعرف اذا سمعتي انه من يوم الثلاثاء منع عرض للفيلم بالجامعه الامريكيه. هذا اللي بدي اسالك اياه، انه تلقيتي اول منع بحزيران، ولكن المنع الاقصى واللي هو عمل هيدا الخض الاعلامي والاعلانيه هي المنع بالجامعه الامريكيه، لانه كان بده ينعرض ويكون في ندوه او حوار حول الفيلم، وايضا تم منع الفيلم. هيدا يلي عمل يعني منع، يعني حتى داخليا او بين افراد منع عرضه باطار اكاديمي. يعني أكاديمي. انا اللي ارتكزت عليه وقت قبلت الدعوه بالجامعه الامريكيه انه ينعرض الفيلم، ارتكزت انه قرار الخط اللي انعطالي انه ممنوع ينزل بصاله السينما الفيلم. فقلت طيب هيدا اطار اكاديمي وجامعه، واذا انتم بتعتبروا انه بصاله السينما ممكن الناس تقتل بعضها على اساس الناس قاصره يعني وممكن يصير يعني شغب، طيب هيدا اطار جامعي، وعلما انه انا ما بعتقد انه ابدا الناس رح تقتل بعضها، والناس مش قاصره يعني. تتات الواحد
وعم اقول لك ايه فهو سبب سخيف يعني الاول. فانا قلت دون اطار اكاديمي يمكن تقطع، بس عن جد ما تخيلت انه ممكن يتدخلوا بالجامعه الامريكيه. هل عمل لك احباط هيدا القرار، وخاصه بنعرف انه قديش بكلف انتاج فيلم اليوم، وخاصه انتاج فيلم ثقافي عم نحكي، قديش بكلف حتى تجولي وتعملي ريسيرش وتجيبي معلنين وتجيبي سبونسرز او يعني في شغل الفيلم؟ هل عمل لك شعور بالاحباط او خلص هيك كرهك بالمهنه، علما انه في عندك مهنه اخرى يعني؟ لا ابدا، يعني ما رح يكرهني بالمهنه، لانه انا حتى مش ما بعتبرها مهنه بمعنى، يعني بعتبر انه هذا الشيء هو، خاصه هذا الفيلم خلاني احس انه هذا الفيلم هو جزء من حياتي وحياتي جزء منه. لانه لما تعمل تحكي عن هيك موضوع، هل قد انت بتعاني منه بشكل يومي، بتعاني من الانقسام الطائفي بكل اشكال حياتك، فما بيعود انه هو مجرد فيلم عم تعمليه، بصير انه هو هذا جزء من نضالي اليومي. وانا تقريبا كنت متوقع انه حينمنع الفيلم، لانه بعرف يعني انا مش عايشين ببلد، يعني احنا عارفين وين بنعرف بالضبط، فعايشين بلبنان. وتوقعت عمل لي احباط، انه مش ما بتسمي احباط، عمل لي شعور بالغبن اذا بدك هذا الشعور، انه انت في ناس مش مؤهله انها تتحكم بحياتك، يعني هدول الناس في سلطة سياسية تتحكم بحياتنا بشكل يومي. هيدا الشيء اللي بحسسك مثل ما ممكن أي شيء تاني يحسسك نفس هذا الشعور، أنه أنتم مش مؤهلين تحكمونا، لأنه ومراء الحرب يعني عفوا بعضهم حاكميننا بلبنان، هن زيتهم أو ما يتفرع منهم. يعني متفائلة بحلول من بعد الدعوة الاحترافية؟ يعني إذا بدك 50% 50% لا. بس رح تعملي اللي عليكي، رح ترفع الدعوة؟ طبعا رفعت الدعوة. ايه ورح ادعمها بشتى الوسائل، يعني مش بس دعوة بالخلال القضاء، يعني رح احاول قد ما في انه من الرأي العام، ورأي العام طبعا كله داعم، يعني فححاول قد ما في اعمل ضغط. شكرا لك رين متري، بالتوفيق. مشاهدينا عم نتابع بعد البريك.